محمود التركي هو مطربي المفضل، كلش احبه واحب اغانيه، احبه هو كشخصيه، وكلش انسان متواضع ويعني صوته حلو وشخصيه حلوه. كلش اي وانا شفته بالحقيقه وكلش كان يعني متواضع بس كلش خجول. صدق؟ اي والله. شنو حافظت الاغنيه؟ كل اغاني. صدق؟ اي. يقولون صوتك حلو تغني لنا؟ لا 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 انا وايد اعرف. يقولون صوتي حلو بس. تعرفين من نشره الاستفتاء اللي قمر راح تكون ضيفه عندي وكذا هاي يمكن فوق ال 5000 تاك. لا تغث قمر، لا تسالها اسئله محرجه. فانا اليوم يعني قلت لك انا متابعين موسيقى فجبت بس الاشياء الايجابيه ما خليها سلبيه. تمام حلو. هسه ما تغني لي اغنيه له؟ لا خليني ساكته احسن، احنا بسكوتي ما اغني. قدمي لك كل ما خيره. الله يوفقك، انت انسان كلش رائع يعني عن جد ومتحجي سوري.